صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 19 لسنه 2021 باعاده تشكيل مجلس اداره هيئه البحرين للسياحه والمعارض جاء فيه يضاف الى الماده الاولى من القرار رقم 27 لسنه 2020 باعاده تشكيل مجلس اداره هيئه البحرين للسياحه والمعارض بند جديد نصه الاتي السيده ساره احمد بحجي